ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. نواصل مواضيعنا فيما يتعلق بنظام صعوبة المقاولة، ورأينا في الحصة السالفة التسوية القضائية، وقلنا أنها هي معالجة صعوبة القضاء عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت كحلين لهذه المعالجة. وقلنا أنها نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 545 من منظمة التجارة، التي جاء فيها تتم معالجة المقاولة عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت. كذلك قلنا أن يمكن أن تؤدي في الأخير إلى صعوبة تؤدي إلى الصعوبة هد النهاية المقاولة اللي نص عليها في الفقرة الثالثة المشابهة من المادة 545 من مدونة التجارة، اللي جاء فيها أو يمكن أن تؤدي هذه الصعوبة إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية. إذن هناك جوج مستويين قبل ما نوصلوا لهذه المرحلة، هو تسيير المقابلة أو اختيار الحل، يعني الاستمرارية أو التفويت كما جاء بما المشرع في النصوص السالفة ذكرهم. إذا غيكون هذا المستوى الأول اللي غنتكلموا عليه بعد حصة هو تسيير المقابلة، والحصة الثانية غنشوفوا الاختيار للحل الاستمرارية أو التفويت. إذا تسيير المقاولة، استمرار المقاولة كيجي هو يقصد بتسيير المقاولة المرحلة الفاصلة بين صدور حكم ديال التسوية القضائية واختيار الحل الذي سيطبق على المقاولة. ففي المرحلة يستمر استغلال المقاولة، وفي نفس الوقت يتم إعداد الحل. وهاتان النقطتان تشكلان موضوع هذا المحور وهذا المستوى ديال استمرار تسيير المقاولة. بمعنى هذا المستوى كيعطينا جوج ديال مستويين اخرين او جوج عنصرين او جوج مبحثين او جوج هذا. اذا اما استمرارية استغلال المقاولة واما اعداد حل كما جاء به من النص. اذا هذا بشكل عام ما شفنا بما يخص تسيير المقاولة، الى حين غنشوف استغلال المقاولة في الحصة القادمة. واعيد للتذكير انه قلنا ان التسوية القضائية عطاتنا واحد جوج مستويين تسير المقاولة واختيار الحل. اذا وكيبقى مفهوم التسوية القضائية هو اللي كتم به معالجة ديال صعوبة المقاولة عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط استمراري او مخطط تفويت كحلين لهذه المعالجة، اللي نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 545 من منظمة التجارة، واللي جاء فيها أنه تتم معالجة المقاولة عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت. إذا غير أنه قبل اختيار الحل بتمديد أي المخططين ينبغي اعتماد بتواصل تسيير المقاولة حتى لا تتوقف عن ممارسة نشاطها بطبيعة الحال، خصوصا أنه في ضوء هذا التسيير سيتم اعتماد الحل المناسب، إما استمرارية المقاولة في ممارسة نشاطها من بعد بقائها في ملكية أصحابها، أو تفويتها للغير قصد ضمان استمرارها. وفي عدم تيسير اعتماد أحد هذا الحلين كان ذلك إذانا بموت المقاولة واستحالة مواصلة نشاطها، مما يعني انتهاء مرحلة المعالجة ودخول المقاولة في مرحلة التصفية. وهذه النهاية نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة 545 من مدونة التجارة، التي جاء فيها يمكن تؤدي الصعوبات إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية. قلنا أن هذو جوج مستويين كيعطينا هالتصفية، إذن كتعطينا سير المقاولة هالاختيارين كما جاء في النص كما قلنا في المادة 540، كيجي تسيير المقاولة مستوى أول واختيار الحل بما فيه يا إما الاستمرارية يا إما التفويت كحل إضافي.
قلنا فيما يتعلق بالمستوى الأول تسيير المقاولة، هو هاد اش كي تقصد بتسيير المقاولة؟ هو المرحلة الفاصلة بين صدور حكم التسوية القضائية واختيار الحل الذي سيطبقه على المقاولة. في هذه المرحلة كيستمر استغلال المقاولة، وفي نفسه يتم اعتماد الحل. إذا تسيير المقاولة كيعطينا هو جوج مستويين، يا إما استمرارية استغلال المقاولة وإما إعداد الحل. إذا إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وإذا المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.